علشان ارجع اتكلم عليهم، خليني اتكلم معاكم على حاجة بسيطة كده. خليني اقول لكم، لو انا كان عندي ملف وورد، المفروض ملف الوورد ده هيتبعت من سورس لديستنيشن. طب ملف الوورد ده هيمشي ازاي، او يعني تشكيلته بقى اثناء اللايرز دي هتمشي ازاي؟ هو اكيد هينزل من الابليكيشن يروح للبرزنتيشن، وبعد كده ينزل للسيشن، ثم يوصل للترانسبورت. هيحصل في ملف الوورد ده حاجه مهمه جدا، في الترانسبورت هيتم تقسيم ملف الوورد ده الى قطع صغيره بنسميها سيجمنت، بنسميها سيجمنت. ثم كل سيجمنت هترسل الى النتورك لاير اللي تحت. النتورك لاير اللي تحت يتفاعل معاها ويضيف بعض الاشياء الخاصه بيه، ثم يديها للداتا لينك، والداتا لينك تعمل برضو نفس الحكايه وتضيف عليها حاجات وتديها للفيزيكال. الحقيقه السيجمنت اللي اتعملت في الترانسبورت ونزلت على النتورك، النتورك بيضيف عليها حاجات وبعد كده بيسميها باكت، بعد كده يبعت الباكت للداتا لينك يضيف عليها حاجات ويسميها فريمز، ثم يديها للفيزيكال لاير اللي بيحول، اللي بيبقى ما بيفهمش غير بالتات، هيفهم الفريم ان هي بيتس، يبدا يعمل لها عمليه انكود وديكود. هيعمل انكود لو انا في السورس، يعني يحول البتات لديجيتال سيجنال عشان تمشي في الكابل. وفي الجهاز الديستنيشن هيحصل ديكود، هيحصل ان انا اخد البيانات ديت واحولها من ديجيتال سيجنال لبيتس عشان ارفعها للداتا لينك لاير في الجهاز المرسل ليه او الديستنيشن وهكذا. اذا العمليه ماشيه ان البيانات بتنزل من الابلكيشن للفيزيكال، وفي الجهاز الديستنيشن بتطلع من الفيزيكال تروح لغايه الابلكيشن فوق. اوكي، يمكن هنا في نقطة مهمة جدا عايز نتكلم عليها. هو السيجمنت عبارة عن ايه؟ السيجمنت عبارة عن جزء من ملف الوورد، ثم بيتحط السورس بورت نمبر والديستنيشن بورت نمبر. انا اعمل لكم الشكل ده مخصوص، يعني الفيديو دوت هتلاقوا فيه سورس بورت نمبر وديستنيشن بورت نمبر. هنا يا جماعة انا بحط انا لو كنت مثلا مبعت مبعت طلب ان انا عايز اخش على موقع، اكيد السورس بورت نمبر بتاعي مش هيفرق ايه هو، اتفقنا فيه 65000 بورت نمبر هحط اي رقم. اما الديستنيشن بورت نمبر او النمبر المفروض انا هروح اخاطب بيه موقع مثلا زي الياهو، كنت عايز اخش على السيرفر بتاعه، الصفح الهوم بيج بتاعته. اذا انا داخل على ويب سيرفر، يبقى لازم اخاطبه بورت 80، لان ده الاتش تي تي بي بورت نمبر بتاعي. اذا هحط في الديستنيشن 80 وهحط في السورس اي نمبر. بالمناسبة الاتنين دول مع بعض كده، مع بعض الديتيلز الزيادة، بيتسموا تي سي بي او يو دي بي هيدر. وقصة بقى ايه بقى التي سي بي واليو دي بي هيدر دي، المفروض ناخدها في التي سي بي اي بي، بس على السريع هقول لكم ان لو احنا جينا نوزع بروتوكولات التي سي بي اي بي على السبع لاير دول، هنعرف ان في الترانسبورت بيبقى فيه اتنين بروتوكولين مهمين جدا للتي سي بي اي بي. مهمين في ايه؟ في ان هما اللي بيعملوا نقل للبيانات. يعني انا ممكن ابقى شغال اتش تي تي بي فوق ولكن في الترانسبورت، بس اتش تي تي بي مش هينقل لي البيانات، اللي هينقل البيانات فعلا هو يا تي سي بي يا اليو دي بي. الفرق ما بينهم ايه ده ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، ولكن لازم نعرف ان هم موجودين في الترانسبورت، وعشان كده مسمي الهيدر الزياده ده اللي اتضاف على جزء من ملف الوورد او جزء من الطلب بتاعي تي سي بي او يو دي بي هيدر. بعد كده السيجمنت دي بتتبعت للنتورك لاير، والنتورك لاير بياخدها يحطها جوه علبة اكبر هنسميها الباكت، هيحط فيها مجموعة معلومات، بيحط بقى مجموعة معلومات جميلة جدا ان شاء الله هنعرفها في الفيديو اللي جاي، ولكن اللي يهمني دلوقتي ان انا اعرف ان المعلومات اللي بيحطها دي بنسميها الاي بي هيدر. دي بيبقى فيها حاجتين اساسيين يهمونا، الاي بي ادرس بتاع الجهاز المرسل والاي بي ادرس بتاع المرسل اليه. طبعا احنا لسه برضو ما خدناش يعني اي بي ادرس، خلينا نقول هو رقم بيميز كل جهاز عن الاخر، ويمكن ده يعني التعريف الشائع ولكن ليس هو الصحيح، يعني ليس صحيح 100%، لان هنعرف ان الاي بي ده مش بس رقم الجهاز، ده رقم الشبكه ورقم حاجات تانية والكلام. بس خلينا بما اننا لسه مبتدئين نقول ان الاي بي ادرس ده رقم جهاز بيميز كل جهاز عن الاخر. في رقم جهازي اللي هو السورس اي بي ادرس، ورقم الجهاز المرسل اليه اللي هو الديستنيشن اي بي ادرس. هيتحطوا فين؟ هيتحطوا في الباكت مع السيجمنت، ويبقى كده كلهم مع بعض هنسميهم ايه؟ هنسميهم باكت. السورس اي بي ادرس سوري والديستنيشن اي بي ادرس هيتحطوا في الاي بي هيدر مع السيجمنت هنسميهم باكت. كل ده تم فين؟ تم في النتورك لاير. اوكي.
بعد كده الباكت هتروح تتبعت من النتورك لاير تروح للداتا لينك. الداتا لينك بقى هيعمل ايه؟ هياخد الباكت يحطها في علبه اكبر هنسميها فريم، وهيعمل حاجتين كمان. اولا هيحط حاجه اسمها سورس ماك ادرس وديستنيشن ماك ادرس. هيحط الماك ادرس بتاع كارت النتورك بتاعتي بتاعت الجهاز المرسل، والماك ادرس بتاعت الجهاز المرسل اليه او الديستنيشن. وهنا هيستوقفنا سؤال هام جدا، هو ازاي الكمبيوتر بتاعي بيقدر يعرف الديستنيشن اي بي ادرس والديستنيشن ماك ادرس والكلام ده. الكلام ده الحقيقه هنعرفه لما نتكلم اكتر في التي سي بي اي بي. هنشوف ازاي ان في بروتوكولات مخصوصه بتعمل لي الكلام ده، وفي شغل معين بيحصل على حتى على مستوى السويتشات والراوترات بنقدر نعرف بيه الديستنيشن ماك ادرس والديستنيشن اي بي ادرس وهكذا. ولكن خلينا نقول دلوقتي ان هو الجهاز بتاعي عارف الديستنيشن ماك ادرس، فهيحطه هيحط السورس ماك ادرس ده كده بنسميه الفريم هيدر او الايثرنت هيدر. ثم بنحط في الفريم الباكت طبعا، وبعد الباكت بنحط حاجه اسمها سي ار سي. ايه سي ار سي؟ سي ار سي دي بكل بساطه حاجه هتخليني، نرجع بقى للسلايد اللي قبليه كده، لاحظوا معايا هنا هتلاقوا انا تحت الداتا لينك كاتب ايه؟ ايرور ديتكشن ايرور ريكفري. السي ار سي هي السبب في ده. يعني ايه؟ هقول لك السي ار سي هي عباره عن حساب لعدد البتات الوحايد في الفريم، ثم طبعا هي الفريم في النهايه هي بيتس 1 و0، فحسب البتات اللي قيمتها واحد اشوف الاجمالي بتاعها كام، بدخله في معادله ثابته. سي مثلا المعادله دي، يعني خلينا للسهوله نبسط الموضوع قوي، نقول مثلا المعادله دي هي عدد البتات في 2 على 4. فسي ان انا كان عندي عدد البتات 200 بت وحايد، في 2 ادي 400، على 4 دي 100. يبقى انا هكتب او هحط قيمه 100 في السي ار سي اللي في اخر الفريم هنا. لما الفريم دي تتبعت من الجهاز المرسل للجهاز المرسل اليه هتوصل، او للديستنيشن، يعني الديستنيشن هتوصل له الفريم في الداتا لينك لاير، هيروح باصص اول حاجه على السي ار سي يشوف. طيب انا هحسب بقى عدد البتات الوحيد اللي في الفريم اللي جايه لي، طلعت لي 196، ضربتهم في 2 قسمت على 4 طلع عندي رقم 99. طب اذا كان انت بعت لي الفريم السي ار سي فيلد فيها بيقول 100 وانت دلوقتي بتقول لي 99 الفريم، لا يبقى الفريم دي جات لي غلط، ده في بت راح كده ولا في 4 بت راحوا في القصه وهم ماشيين في السك، يبقى الفريم دي جايه لي دامجد. طب انا اعمل ايه؟ كده 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 الداتا لينك قدر يعمل ايه يا جماعه؟ قدر يعمل ايرور ديتكشن. طب الايرور ريكفري، هبعت فريم بنسميها اك فريم، انا كجهاز ديستنيشن هبعت